السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين المتتبعات الأوفياء والوفيات الوفيات، ماشي ما فهمتي؟ هذا ما وقفتش ليه. ليش ما وقفتش ليه؟ لأنني مزروب، بعض المرات كنكون مزروب. المهم نوريكم البلايص ديال هادوك اللي كيعرفوا قطاع الطرق، ها هما راه كاينين هنا ابارتير ديال السي. هنا فاش كاينين؟ المهم راه كاين على يديكم اليسر، كيكونوا على يديكم اليسر كيعرفوا. شوف دابا هاد مول الطاكسي هذا، دابا دخلنا عليك بالله، دابا هذا واش كيمرق ولا ما كيمرقش؟ يا الله ضرب هذا دابا. يلا دابا قولوا لي دابا انتم دابا اللي كتفرجوا في هذا الفيديو، واش هذا الشيء قانوني ولا ماشي قانوني؟ يا الله انا باهضروا دابا انتم. انا ما غنهضرش، انا سيدي ندير، انا ندير راسي انا كاع حمار ما عارف والو. ما شتيهم ها ورا داير يديه بجيبوها واحد. صاحبي سير خدم على راسك، سير صاحبي خدم على راسك، تبقى تقري سير عباد الله، راه هادشي اللي كديرو راه ماشي معقول. وكاين هنا واحد العروبي هنا راه النار عقلت عليه، كاين هنا راه لابس اليوم الاحمر، غادرت فيه كاع اليوم، قلت ليه حيد اصاحبي من هنا. هذاك من هذاك باينه فيه شي طانكه ديال المخزن، هذاك داكشي علاش كيخليو. كاين هنا هنا هذا لا مسكين، هذا كيبيع دوك سميتو، هذا كيترزقوا على الله، هذا كيبيع دوك دوك لي سوي كلاص، هذوك ماشي مشكل، هذاك كيدور هذاك بوفري. هذاك كاين هنا، تسنى الا بان لي راه غادي نقول لكم فين كاين. ها هو هذا ما كيمرقش، هذا ها هو هذا من نهار عقلت على راسي هو كيعرف. ها هو والو هذا ما كيمرقش اصاحبي، والله ما كيمرق برا. الا كانوا المخزن كيشوفوا في هاد الفيديوهات هادو وما داروا معاه والو، راه عرف راه ما كاينش نورمالمون داكشي، لان المخزن نورمالمون شنو هو المخزن؟ انا كون كنت مخزن صراحه غادي نطبق القانون بحال هذا غنطلعو. علاش؟ لان كيعرف على عباد الله باينه، كيما كتشدو هادوك اللي كيسرقوا البورطابلات ولا شي حاجه، راه كيسرق المواطن. باش نكونوا صراحه، واش بغيت نكذب عليكم؟ انا راه عرفتوني في هذا القناة، انا ما كندير لا مونتاج، وكنقول لكم الحقيقه اللي كنقول. اليوم الصباح سد انا الشراج مع الخوت غير باش الصوت، مازال ما عندنا الوقت باش نجيبو هذاك الميكروفون ما سميتو ماشي سميتها. المهم هنا راه كيبان لكم كروكو بارك، الطاكسي ديال الاشاره ديال كروكو بارك. كروكو بارك غيكون زوين صراحه، عمر ما مشيت ليه ولكن راه كيقولوا زوين. هنا دابا طريق كتجيب كتدي وما كتجيبش، يا ربي اسمحوا لي. هيك هنا هاد الشارع ثاني مضيق على الاخر. هنا دابا راه خدام هاد البارتي هادي، هنا خدام، هنا الضو بعدا راه خدام هنا. ها هو داك اوتيل كمال اللي ما عرفش اوتيل كمال فين جا، ها هو شتوه، هذا اوتيل كمال حدا ويسترن يونيون البنك الشعبي. هاد الشارع هذا يقدر يتحرك دابا في الصيف، ساحة الأمل هي تبان لكم دابا هنا، ساحة الأمل حتى هي خصها إعادة التهيئة. عرفتي علاش؟ لأن راه هنا دابا ساحة الأمل هادي هنا فاش توقع أهم مشروع في تاريخ أكادير، هنا نورمالمون خصهم يديرو لهم إعادة التهيئة هادي، تقاد 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 ويدارو فيها، فهمتي؟ ها هو واحد أخرى، ها واحد أخرى، الناس اللي كيخلصوهم، ها هو راه واحد يلاه خلصوها، هو يلاه راه مضروبني تفنيف وما عرفتش شكون اللي ضاربو. دابا المشكلة دابا هادو دابا اللي كتشوفو دابا كيبداو يجلسو في عباد الله، اش كيشريو بهم؟ لا فالي دي زوازو، كيشريو بهم غير الجانكا، كيشريو بهم الشراب، فهمتي؟ الحشيش، القرقوبي، ماشي زعما كينفعو، ينفع راسو ولا ما ينفع في راسو، حنا ماشي شغلنا. المهم حنا ما بنادم ما يخلصش، حنا في هاد القناة هادي كونتر هادو، هاد المهم الجيلي هادو. و كونتر دوك الفراشة صافي، ما عندنا ما يدا، هالو ما عندنا ما يدا. المغرب، إذا كنت في المغرب فلا تستغرب. زون ترونت زوين هاد الصاد، واخا هكاك نعرقو واحد شوية ونمشي نشربو شي طرو ديال الما. لا ديزيتراتاسيون
الناس مساكن خدامين، ها السيداز كوكا دافع بها في الاخر يعطيو شحال كاع يعطيو البوفري، يعطيو واحد 3000 ولا 3500، وواحد داير الجيليو كيصور 200 درهم النهار، شحال هاديك 2000 في 2000 في 2000 راه 6000 درهم هاديك بار موا، موظف ديال الدولة. وكاين تاني واحد هنا، كاين شي وحدين هنا بعدا، انا غنوريكم بلايصهم عارفين ما كانوا غادي نبين لهم ليكم. يمشيو يدعيوني، دعيو القناة ديال مشاريع هذه، يقول لهم راه كيبين لي حنا نورمالمون زعما راه البوليس خدم لهم صراحة انا واحد اللي عطيه صمات اش هادشي ما شركة الزرق ذي وأولاد ولين بينا مساكنة خايبتها كل العرق ديال شي واحد، قلت لك العرق ديال شي واحد خايبة بزاف، خايبتها في التعويدة خايبة وخايبة بزاف. طيب العباد الله رزقهم، طيب العباد الله رزقهم، الناس راه ما كيديروش الاضراب غير هكاك، طيب الناس رزقهم. نورمالمون بحال هادشي خص الدولة تدخل، لا ما يديروا لا اضراب لا والو، الدولة تمشي عند هذاك تقول ليه يعطي العباد الله رزقهم. ها واحد خر ثاني تيعرف هنا فين ما مشيتي تلقاه، وفين ما مشيتي عباد الله تلقاه، واشري غير جيلي غادي تصور به وحق الله ما كيمرقوش، ما كيمرقوش اصاحبي والله ما كيمرقوش. شتي هاد الماني الجيلي هادو راه الا خلاوهم اولي يدخلوا ليك للدار، حق الرب المعبود تيولي يدخلوا ليك للدار بالرب المعبود، عاد دخلني للدار غيدير الجيلي غتبي تجلس في الصاله يقول لك لا غيصفر عليك صالة 5 دراهم، غادي تمشي بغيت تمشي للكابينة يقول لك لا كابينة 10 دراهم. والله إلا حيت المغاربة راه ما كيمرقوش أصاحبي، حنا دابا راه بحال دابا أنا عندي 50 عام وعارف المغاربة، جربت تلاقيت مع جميع الأجناس كنعرفهم، عاشرنا الصحراوة عاشرنا العروبية عاشرنا الشلوع عاشرنا الغضب ديال بنادم، عارفينهم جنس خايب واش فهمتي، واحد اللي كان كيعرف ليهم راه مات الله يرحمه هو الحسن الثاني بون فينا، هاد محمد السادس هذا راه درويش دار معاهم هادشي ديال حقوق الانسان وهادشي، ولكن هادو ما كينفعش معاهم حقوق الانسان، هادو شعب كامل. واش بغيتي نجيكم الصراحه ولا نكذب عليكم؟ انا كنقول لكم الصراحه، المغاربه شعب كامل لا يستحقون الديمقراطيه ولا يستحقون حقوق الانسان، وان فينا لا عطيتيهم حقوق الانسان والديمقراطيه راه شوف غير شغب الملاعب، شوف شوف هذا سميتو جيلي هادي هادي لا باس. ودابا نصورو لكم اهم مشروع اللي هو طريق السريع الحضاري، محطة راه بداو كيلصقو اليوم الثانية، لا ما لصقوش الثانية، هادو كان دورا كان انا الخوت كنشكركم على المتابعة. المهم القناة راه تحركات هاد الايامات، واخا كنصورو لكم غير من برا ومن التليفون من زعما من اش كيقول لي من الطوموبيل، ولكن هضرونا راه حتى حنا العطلة كنبيو نرتاح واحد شوية، كنخطفو هاد نخطفو هاد الدويرات هادو فهمتي باش القناة تحرك، هادشي اللي كتحاول دير بيه شوية ديال التحركات وصافي.